تحطي رشة ملح خفيفة كده علشان ما ي... لو هتبيتيه تاني يوم ما يحلش معاكي، وتبقى بلون بالقرمشة بتاعته زي ما هو. برضو شايفين ما شاء الله النبيض بتاعنا عامل ازاي، وبخلطة جبارة ومن غير طب. سامعين سامعين الخربشة بتاعت القرنبيط، ومن غير طبعا بيض ومن غير اي حاجة، زي ما انتم شايفين خلطة جميلة اوي، خلطة حلوة يا بنات. هتجربوه باللي انا عاملاه، بالخلطة اللي انا عاملاه والمقادير اللي انا عاملاها، ما شاء الله حلو اوي من غير بيض. طبعا لا تقولي لي بقى البيض غالي ولا التكلفة دي كلها، وهتعملي احلى قرنبيط يطلع معاكي في منتهى الجمال. يلا بس حطولنا لايك للفيديو وللقرنبيط الخطير بتاعنا دي، حلو اوي يا بنات. هتجربيه وهتلاقيه ما شاء الله وياكي هتحب الوصفه دي، هتعملها على طول ومن غير بيض. بس اهم حاجه حطلي لايك من ايديك الحلو، يا ريت كومنت حلو، وما تنسينيش في الاشتراك القناه، يا ريت تضغطي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان يوصلك منه كل وصفات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، بصبح عليكم في كل مكان، صباح الورد وصباح الياسمين وصباح الكل على حبايبي ومتابعيني في كل مكان. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي النهارده، بسم الله ما شاء الله. طبعا انتوا شايفين معانا ايه في الفيديو، معانا قرنبيطة اهي، ظهرت القرنبيط حاجه كده، حاجه كده جميله، حاجه ما شاء الله. قرنبيط من النوع الشتوي، النهارده هنعمله بطريقه حلوه قوي من غير بيض ومن غير اي تكلفه خالص. اللي بتقول البيض غالي، تعالى انا اقول لك النهارده على طريقه ممتازه تعملها من غير بيض. تعالى شوفي بقى معايا الطريقه وشوفي معانا المقادير هنعمل ايه. تعالى بقى نقطع القرنبيطه ديت، طبعا بتقطعي القرنبيط زي ما انت شايفه كده، وبتطلعي زهره زي ما انت شايفه، زهره القرنبيطه اهي اهي زي ما انتوا شايفينها. طبعا غسلها كويس زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، اهو طلع ما شاء الله. طبعا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، انا حطيت ميه القرنبيط على النار تغلي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بمعلقه من الملح زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله، حطينا معلقه من الملح. تعالي بقى احط عشان الغازات بتاعت القرنبيط، حط كمان معلقه كده من الكمون اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا دي عشان الغازات بتاعت القرنبيط. وحاجه كمان جميله قوي هنحطها في الميه، هنخلي لنا لون القرنبيط تحفه تحفه خلاص يا بنات. طبعا احنا هنحط كده، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ربع معلقه اهي من الكركم، بتخلي لون القرنبيط حلو قوي زي ما انتوا شايفين اهو. حطينا كل ده في الميه، تعالوا بقى احنا هننزل بالقرنبيط بتاعنا، بزهره القرنبيط زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بيدي لون حلو، الكركم ده بيدي لون حلو قوي قوي خالص للقرنبيط، بيخليه لونه اصفر كده ولونه جميل. تعالوا بقى نعمل الخلطه الجباره هنعملها للقرنبيط، حاجه كده ما شاء الله حلوه قوي يا بنات. تعالوا هقول لكم على الطريقه النهارده، طريقه مظبوطه تعملي بقى القرنبيط من غير بيض، وحاجه كده ما شاء الله هيديكي قرمشه وهيديكي حاجه كده جميله في القرنبيط. تعالوا انا حطيت هنا كوبايه من الدقيق اهي زي ما انتم شايفين كده، كوبايه من الدقيق. حطيت برده هنجيب طبقين، طبق غويط وطبق عادي كده زي ما انتم شايفين. الطبق دي برده فيه نص كوبايه من الدقيق، والطبق الكبير ده فيه كوبايه بحاله من الدقيق. هنزل عليها بالبهارات بتاعتنا الجميله، معانا معلقه كمون على كزبره زي ما انتم شايفين، على شطه اهي، وكمان معانا زي ما انتم شايفين نص معلقه او معلقه شاي كده من الكركم. لو ما عندكيش كركم ممكن تحطي بابريكا، كمان لو في حبه تحطي زي ما انتم شايفين اهوت. وكمان معانا نص معلقه من البابريكا زي ما انتم شايفين، البابريكا دي حاجه كده جميله قوي يا بنات، تدي طعم حلو قوي اهوت. ومعانا نص معلقه كده من البيكنج باودر، بيكنج باودر اهو زي ما انتم شايفين، بيدينا هشاشه حلوه قوي، بيعوضنا طبعا عن التعويض عن البيض زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ما ننساش الملح، ما تكتريش في الملح زي ما انتم شايفين اهو. نفس البهارات اللي حطيناها هنا هنحط برده البهارات هنا زي ما انتم شايفين في الطبق الثاني. هنسيب ده على جنب قوي على جنب، وهقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. معانا برده هنا هنحط كده زي ما انتم شايفين على الطبق النص كوبايه من الدقيق، هنحط عليها ربع معلقه كده من الكركم، ومعانا برده البهارات المشكله زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا احنا بنبهر الدقيق بتاعنا، ومعانا برده بابريكا
اهوت. هنسيب الطبق دي بقى على جنب وهنشتغل في الطبق الغويط. معانا كمان شويه من الكزبره او البقدونس الموجود عندك، ضيفيه اهوت. ومعانا كوبايه من الميه. تعالوا بقى هنعمل الخليط اللي انتوا شايفينه، العسل ده وينا كده. هنحط شويه من الميه وهنزل بكل المكونات زي ما نزلت بقى في البوله كده، وهقلب كويس لحد ما تصبح معانا كده قوامها لا خفيف ولا تقيل. شايفين ان شاء الله بضيف الميه شويه بشويه اهو. هنضيف كمان لحد ما نشوف هي هتاخد معانا كوبايه الميه بحله زي ما انتوا شايفين. تمام، ايوه كده عسل خالص اهوت. هقلب كل المكونات اللي انتوا شايفينها ديت، هيبقى قوامها كده زي قوام الكيك، بس احنا بس عايزينها خفيفه برضو شويه عن كده. طبعا هي خدت معانا كوبايه الميه بحله اهيت، المضغ الميه شايفين ما شاء الله. طبعا بقى لا تقولي لي لا بيض ولا الكلام الفاضي ده، ولا تقولي وجربي بقى بالطريقه ديت وشوفي هتعجبك ولا لا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله انا عملت كل الخليط اهو، دوبته مع بعض كده. الخلطه دي خلطه جباره وريحتها ما شاء الله كل البهارات. وطبعا معانا توم باودر انا نسياه، هحط لها توم باودر وبصل باودر. ثواني، زي ما انتوا شايفين انا ضفت كمان شويه من الكركم عشان يدينا اللون الاصفر الحلو ده. وكمان معايا نص معلقه كبيره اهيت من التوم الباودر على بصل باودر، بيدينا طعم حلو. لو انت حابه تضيفي توم كده دقه برده براحتك. زي ما انتوا شايفين هقلب كل المكونات دي تاني مع بعض. الله الله على ريحتها، على الريحه بتاعتها، وعلى ما شاء الله مكونات سهله خالص وكلها في قلب البيت اهيت. القوام ما شاء الله معايا حلو كده، انا عايزاه القوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده اهو. تعالوا هنضيف بقى على الطبق اللي معانا برده نص معلقه كده من البيكنج باودر. طبعا حطيت في الطبق التاني اهوت نص معلقه من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. تعالى معانا كمان معلقتين حلوين كده من النشي، هيخلي معانا بقى القنابيط بتاعنا كريسبي وحلو قوي يا بنات. زي ما انتوا شايفين اتنين معلقه اهي ضفتها على الدقيق، وكمان الخلطه السحريه اللي انا عاملاها ديت هنضيف برده عليها اتنين معلقه كده من النشا، هتدينا برده هشاشه حلوه وكريم، هتخلي معانا القنابيط بتاعنا كريسبي وجميل قوي يا بنات. زي ما انتوا شايفين اهو، هقلب ده كله كويس. شايفين ما شاء الله الخلطه بتاعتني كده ما شاء الله مظبوطه جدا، والقوام بتاعها حلو قوي يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى على خلطه الدقيق اللي معايا ديت اللي ما ضفناش عليها سوائل من الميه دي بقى ما شاء الله، احنا هنقلب فيها القنابيط بتاعنا. هنقلب بقى كل البهارات اللي حطيناها مع الدقيق مع النشا زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجه ما تنسيش المعلقتين النشا دولت، هما اللي بيخلوا معانا القنابيط بتاعنا كريسبي وحلو قوي يا بنات اهو. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله قلبت كل المكونات مع بعض، هبتناها على جنب لحد ما اشوف القنابيط بتاعنا استوى. هو ما بياخدش دقايق على النار. تعالوا بقى نقل القنابيط بتاعنا زي ما انتوا شايفين. احنا طبعا بنحط القنابيط، شوفوا لونه اصفر ما شاء الله من الكركم عامل ازاي، شكله حلو قوي يا بنات. بنحطه طبعا في الخلطه الحلوه اللي انتوا شايفينها ديت، وبطلع احط في الدقيق، وطبعا بوديه على النار كده بقلب في الدقيق وانفضه، وارجع بقى اقلب في الطاسه كده على النار. طبعا ما شاء الله شايفين معانا اهوت القنابيط بتاعنا على النار ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقليه اهوت. تعالوا معانا بقى نشوف الطبق اللي انا مطلعاه قبل كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين لون القنابيط معانا، شايفين ما شاء الله منتهى الجمال، والله خطير خطير كده يا بنات، حاجه في منتهى الجمال، حاجه تحفه قوي ما شاء الله. شايفين لونه حاجه روعه، خطير والله خطير كده، من غير طبعا بيض ما شاء الله على ناعم ما شاء الله، فكره حلوه خالص يا بنات. يلا اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دمتم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.